ربنا بيميزنا احنا اكتر، لانه بياخد مننا حاجة وبيدينا حاجة قصادها. نور القلب هو الاهم بكتير جدا. كل ما هي بتبقى صعبة علينا كل ما بالعكس ربنا بيقوينا اكتر واكتر. انا كفيفة بقالي 10 سنين، لكن قبل كده كنت ضعيف البصر. درست لحد الإعدادية، كان عندي مشكلة في عيني، عملت عملية وقعدت أشوف بعدها 10 سنين، وبعد كده فقدت نظري وكنت مقيمة في البيت مش بعمل أي حاجة، بس كان نفسي أتعلم أي حرفة يدوية، بس ما كانش عندي المكان اللي ممكن يأهلني لدوت. وبعد كده اتعرفت على جماعة أصحابي وطلبت منهم إن هم يشوفوا لي حد يعلمني، وفعلا عرفوني بالميس بتاعتي، هما 3 والتلاتة اشتغلوا فعلا معايا، ويعني وهم اللي علموني كل الحاجات اللي انا بعملها دي. يعني الموضوع هو صعب، بس يعني ما كانش صعب بالنسبه لي لان كنت حابه وغاويه. اول مره بدات الكورس ان هي مبصره وانا كفيفه، ما كانتش عارفه توصل لي الفكره، فقالت لي ممكن ما اعرفش اوصل لك، انت محتاجه حد يكون تخصص كده. وفعلا رجعت البيت بصراحه، واحده جارتنا هي اللي قعدت معايا وشجعتنا اكتر وورتني. يعني اول حاجه عملتها بدات بالكوفيات في الخيط الصوف، وبعد كده بدانا شنط، وبدات شنط مدارس وبوكات ومقلمات وحاجات من دي، وبعد كده دخلت على الهدوم. المدرسه اللي معايا جابت لي مامتها، لان هي ما كانتش عندها صبر كتير معايا، ومامتها بصراحه جابت لي برده صاحبتها، وبقيت اعمل مفارش ونعمل شغل كتير مع بعض. الكورس اخدته في 2 سنين، لكن وقفنا الكورس علشان يعني هم قالوا لي انت خلاص كده اتعلمتي كل الاساسيات وعندك حاجات كتير اتعلمتيها، وعشان فتره الكورونا برده هو صعب، بس يعني كان عاوز الصبر مش اكتر، واتعلمت فعلا الصبر معاه والحمد لله عديت فيه كتير. كنت برده بنزل المدرسه بتاعتي، ما كانش فيه اي اختلاف خالص معايا الا في الناس اللي حواليا بس في الاول، ولما كبرت وفقدت نظري خالص ما حسيتش برده باختلاف، لان كده كده الناس اللي حواليا هم بيتعاملوا مع ايماني، شغل البيت هو بعمله، مفيش اي اختلاف، لان حافظه كل مكان في الشقه، ممكن مكان يوصفهولي لحد ما اتخيل الحاجه واعيش فيها. لكن انا لما فقدت نظري لا، انا ما شفتش اي اختلاف، انا كل اصحابي هم المبصرين هم، ما حسيتش ان هو ده حاجه ممكن توقفني، لا زيهم. يمكن ربنا بيميزنا احنا اكتر، لان اللي بياخد مننا حاجه وبيدينا حاجه قصادها. ممكن اكون مبصره لكن ما بعرفش اعمل حاجه، عشان كده ربنا يعني بيكرمنا في حاجات كتير جدا. ما حسيتش ان الموضوع صعب، حتى لما جيت اتعلم الكروشيه مش صعب عليا، لا هي الفكره بس ان انا احس والمس الحاجه مش اكتر، يعني او ممكن حد يوصفها لي، لو لمستها احلى بكتير من اي وصف، لان مجرد ما بلمس الحاجه خلاص انا بجيبها. وفكره الالوان يعني يمكن عشان انا كنت مبصره عندي يعني خلفيه من الالوان، خلفيه من كل حاجه حواليا. وفكره الشنط، انا كنت بشنط وبشوف حاجات كروشيه، بس كان نفسي اتعلمها لكن ما كانش مش عارف المكان اللي ممكن يعلمني حاجه زي كده. هو في الاول كان صعب لاني ما كنتش ماليش علاقه بحد كتير، مش بخرج مش بروح مش باجي، خايفه من نظره الناس ليا. اصحابي فضلوا جنبي، اولا اللي عمل قلب يعني عمل بصيره، لا خالص، يعني نور القلب هو الاهم بكتير جدا. طبعا انا لما مريت بتجربه كانت صعبه عليا جدا، لما عملت العمليات الكتير عملت فوق ال 11 مره، ولما فقدت نظري يعني كان الموضوع صعب جدا، بس يعني اخواتي وبابا وماما وقفوا جنبي، كانش فيه اي حاجه بالنسبه لي صعبه، حتى شغل البيت يعني ما حسيتش باختلاف بيني وبين اخواتي خالص، يعني ما حسيتش. على قد ما كانت صعبه على قد ما هي قوتني بكتير، وحسيت لا ان انا لازم ابقى حاجه. يمكن ما جاتش الفرصه ان انا اكمل تعليمي بعد الاعداديه، اكيد هعرف اثبت نفسي في حاجه في موهبه. فانا كنت بصراحه حابه كروشيه جدا، وكان نفسي اتعلمه، كان نفسي اقابل حد يعلمهولي. كل دوت كان بفضل ربنا ان هو نور لي قلبي اصلا، وجعل اسباب في حياتي ان انا اتعلم مهنه زي دي، وحاجه يعني انا حباها وشغله وقت جدا، يعني من شغل البيت للكروشيه للكورسات، ان انا وكمان ببدا ادرب اصلا كورسات. فهي لا يعني الموضوع ده بالعكس بيقوينا مش بيضعفنا، واي حد بيمر باي ظروف خالص صعبه جدا لا بالعكس، يعني الحاجه
كل ما هي بتبقى صعبه علينا كل ما بالعكس ربنا بيقوينا اكتر واكتر. والله بجد يعني ربنا قواني كتير وهيقوينا كلنا طول ما احنا مؤمنين بربنا، ان ربنا كل ما بيضيق علينا كل ما بيفرج علينا قوي. وبس اهم حاجه الانسان ما يقولش هي دي خلاص الدنيا خلصت، هي دي نهايه العالم. لا طبعا ما فيش حاجه اسمها نهايه العالم خالص، وطول ما الانسان عنده اراده طول ما الانسان ناجح وهيفضل ناجح طبعا.